احنا اتربينا على ان ده طول الوقت خش جوه نفسك، خش جوه نفسك، مع بقى كل المشاكل اللي ظهرت في ال 15 سنه الاخيره اللي علاقه بالتحرش، اللي علاقه بالحجاب الكتير، واللي علاقه باحساسك انك انت ذنب عله ماشيه في الشارع. لا مؤاخذه احنا شوام ما فيش اختلاط، لما بيتعب الفرح بيبقى الستات لوحدها والرجاله لوحدها. Entonces yo creo que ahora con la revolución lo que yo he visto que las mujeres adquieren el espacio público. ورشتين للرقص في القاهرة وبرشلونة، حاولت من خلالهم أبحث أسئلة شخصية جدا، لكن وصلتني الأسئلة أكبر. إشمعنى الرقص البلدي؟ يمكن لأنه بيجسد التناقض اللي فينا، بنحبه ونكرهه.